اخواني المشاهدين الكرام، هنا من هذا المقطع هذا اللقطه اللي راني كنشوف لكم كيكون باين عند الجبل عالي تبارك الله وشامخ وقريب، وحتى السمعه ديال المسجد ما راهاش تبان بالعجاج، وغادي نحاولوا نبينوها لكم واحد شويه. ها هي ديك شويه كتبان، لان علاش هذا النهار تبارك الله جات هذا العجاج هذه، وهي كل حاجه من فضل الله، سواء العجاج سواء الشمس سواء المهم ربي هو اللي كيحكم. هو ها انتم كتشوفوا هذه الاجواء، واخا كتبان لكم هنا بحال ساحيه ما ساحياش، وانما راه عجاج حتى هي. وهنا دابا الجبل غادي ها هو هذا واحد شويه كنشدوا لكم، راه واحد الخيال ديال الجبل حاولنا التكبير. هذاك الجبل ها هو ذاك راه ما كيبانش بالعجاج، ولان هذيك العجاج ما خلاتوش يبان، ولكن دروك راه بدات كتصحى شويه، لان واحد الظرف عاود منا كاين واحد الجبل اخر الناس اللي كيقطنوا مدينه مرفك. هذا كاين واحد الجبل ها هو ذاك كنحاولوا، ولكن ما يبان لكش، واخا نكبروه او نخليوه بدون تكبير. اخي المشاهد الكريم، انتم كبرناه ولكن ما يبانش. هو هاتو حاليا نديرو هنا، حاولنا كبرنا داك الشيء اللي خبرنا به، ولكن كنرجعوا بكم باش غادي نشدوا لكم هنا الشارع، نشدوا لكم شارع اخر عاوتاني، لان الازقه في بوعرفه كلها تقريبا شبه مهجوره من الناس، لان العجاج ما خلاتش الناس تحرك في هذه الوقيته هذه، وراها يعني هذا الوقت كتكون فيه شويه ديال الحركه دؤوبه هنايا، لان علاش كيكون الناس كتخرج الخروج. ولكن اليوم هانتوما كتشوفوا حاليا هذا العجاج، حنا غادي نوريكم المشهد الاخر اللي كيبان عاود منه الجبل ولكن ما يبانش. حاليا المشهد هو الفوق راه فينا ولكن ما كيبانش الجبل، وهنا كيكون يبان به واحد الشعار تاع الله هو طال مالك في الجبل، ولكن ما بانش معاه العجاج. نطلبوا الله الغيث يجيب لنا ربي الغيث ديال الشتاء وامطار الخير والرحمه. وهذا هنا غادي نشد لكم هذا الجانب كتشوفوا العجاج فينا مازال اللي راه العجاج، ولكن العجاج حاليا راه كيتحسن. واش غادي نديروا؟ هذا امر الله وحنا متايبين ليه. غادي نحاولوا نشدوا شويه، انتم كتشوفوا كنكبروا الصوره باش دائما تكون شويه واضحه للجمهور. اخي المشاهد الكريم حياك الله، راه كنت منا باش تشوفوا السماء كيفاش راه دايره، حتى هي سماء، ولكن غادي تكون واحد القطره ديال الامطار راه بدات كطيح، ولكن ربي هو اللي كيعرف، هو اللي كيعطي، هو اللي كيدير. تحياتي لكل مشاهد كريم. اخي المشاهد مازلنا معكم، غادي نشوفوا واحد الجوانب اخرى اللي هي في تحياتي المشاهد الكريم، مازلنا معكم في هذا الشيء ديال الاجواء ديال مدينه بوعرفه. تحياتي لكم وكنتمنى لكم ان شاء الله الصحه والسلامه طول العمر، ولكن الحمد لله ربي رحيم ربي كريم، نطلبوا منه باش ربي يدير لنا الامطار والخيرات ديال الشتاء، نتمنى لكم الخير ديال الشتاء، لان الحمد لله كاع اللي جات من عند ربي مرحبا بها. انتم كتشاهدوا الشارع دابا حاليا كما كنصوروا الشارع، حتى هو حاليا راه يبان لكم فيه العجاج عن بعد، ولكن ديك الاخرى نتاع الله الوطن الملك راها غابره دارقه مع الجبال بخوت العجاج، يعني هذاك الشعار عندنا ما باينش. ولكن كنحاول نشد لكم هذه المشاهد، راه قربنا للجبل ديال بوعرفه بزاف. علاش باش نشد لكم ذاك الجبل من ديك اللقطه؟ كنا قلنا لكم ربما ما كاينش هنا. هنا تحياتي لكم، انتم كتشاهدوا هنا مدينه بوعرفه هذه في الجهه الفوقانيه، وغادي نزيدوا بكم غادي باش ندوروا بكم لواحد الجانب، واحد الجانب اخر اللي هو هنايا غادي تشوفوه، حتى هو كيمشي للجهه ديال الجبل، ولكن مع قوه العجاج اللي كاينه وقوه الرياح وهذه ما خلاتش هذا الشيء يستقر. تحياتي راهم فينا حاليا هنا، سمعتوا حاليا راهم فينا لكن اللهم لك الحمد يا ربي، لان هنا بعد بعض اللقطات ديال الامطار بدات كتسحب وكطيح، ونتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يكون بخير، ونستمر لكم الفيديو بالشتاء ان شاء الله يا ربي الامين، اذا كان ممكن يلا جاب ربي الغيث ديالو، وحنا مازلنا معكم. بدا كيصفى الحال شويه لان بقات كطيح بعض القطرات ديال الامطار اللي بقات كتهدن الجو، انتم شفتوا كتشوفوا بان الجو كيتهدن شويه، ولكن راه تحت العجاج مازال حاليا مستمر هذا العجاج هذا. وغادي نزيدو معكم للامام باش غادي نوريكم شي بعض الجوانب اخرى اللي هي معجبه بزاف، ولكن الامطار الحمد لله امطار الرحمه راه بدات كطيح. نتمنوا في الله الخير ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر لينا وليكم ولكافه المسلمين.
حياكم الله راحكم. دابا الشارع هو هذا كتشاهدوه، وكان نحاولوا تكبير دائما لان هذا شارع الحسن الثاني، وحنا حاليا غادي نحاولوا لان تبارك الله بدات قطرات الامطار كتطيح، وهاد القطرات ديال الامطار اللي بدات كطيح نديروها امطار الرحمه والخير والبناء، ولكن غادي نوريوكم في الكودرون بان بالفعل بدات كطيحها هي. كتشوفوها هذه في الكودرون هي اللي راها كترطب شويه هاد العجاج، وتحيد هاد العجاج ان شاء الله، لان قال لك الله وجعلنا من الماء كل شيء حي ان شاء الله، كل شيء غادي يكون حي بجهد رب العالمين. نتمنوا الخير والصحه والسلامه لكل مشاهد تبع معنا هذا الفيديو. اخي المشاهد الكريم، دابا هذيك الله الوطن الملك كان دار قبيله بالعجاج، احنا غادي نوريه لكم حاليا. الله الوطن الملك هذيك فوق الجبل، الله الوطن الملك كنحاولوا نشدوها لكم، ولكن الامطار تبارك الله بقات كطيح بغزاله. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، رحمتك يا الله، رحمتك يا الله. غادي نعاودوا نردوا هذيك الوطن الملك، ها هي معكم الله الوطن الملك، الشعار الدائم للمملكة المغربية والمواطنين المغاربة وكل غيور على الوطن دياله. تحياتي لكم وتبارك الله عليكم، نهاركم مبروك. حنا دابا حاليا درنا هذه المشاهد اللي هي خفيفة، مازال غادي نزيد لكم مشاهد عن مدينة معرفة، ما غاديش نريض معكم حتى ندير لكم هذا الفيديو اللي هو شوية شيق ورائع، ماشي بحال ديال الصباح. الصباح راه حاولنا درناه غير من مكان واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله عليكم، مازال هذه المشاهد اللي هي زوينه، وراه تبارك الله معرفه فيها بايتشاف فيها ما يتشاف، وحمدنا الله الحمد لله لان علاش اللي جات من عند ربي دائما كنقولوا مرحبا بها. هنا راه كاين واحد الحديقه، ولكن ما عندناش الوقت الكافي باش غادي ندخلوها نشوفوا نصوركم فيها. وانا دائما الرايه الوطنيه خفاقه في السماء، الرايه الوطنيه المغربيه خفاقه في السماء. تحياتي لكم، هنا غادي ندور بكم الجانب الاخر الاتجاه ديال العمالة ديال المعرفة، هذاك فيها الإنارة وداك الشيء وهذا، لأن حاليا كتعرفوا بأن هذوك المناطق اللي هما شوية حساسين الإدارات العمومية داك الشيء ما كنحاولوش نصوروا، لأن دائما حدي في المبدأ ديالنا كإعلاميين ما كنحاولوش دائما نصوروا الإدارات والمحلات اللي هما تابعين للدولة، لأن هذاك الشيء مقدس عندنا مقدس بلادنا. تحياتي لكم السلام عليكم اخي المشاهد الكريم، انا غادي نشد لكم هذا الجانب ديال بوعرفة هنا في هذه الجهة. هذه تحياتي، انتم كتشوفوا، ولكن مازال الاجواء متوترة، العجاج يعني راه بدات كترخب مع التساقطات تاع هاد شوية ديال الامطار اللي راه طيح، ولكن مع الارض يعني ما شبعناش ما مازال حتى الساعة ما كاينش في الارض. هنا غادي نبين لكم هذا الجانب ونوريكم هنا هذا الشارع، وغادي نكتفي بهذا القدر ونزيد لقدام، لان علاش غادي يكون دائما مشاهد مختلفه. تحيه لكم تبارك الله ونهاركم مبروك. المشاهد الكريم حياك الله، معك راه يعني الشتاء تبارك الله بقات كطيح، هانتوما كتشوفوا في الزجاج ديال السياره، لان علاش راه كنت قلت لكم بدات الشتا كطيح. عاود نوريكم في القدرون حاليا، وحنا معكم مازلنا معكم في هذه المشاهد. غادي نكتفي بهذا القدر هنا، وغادي نزيدو لقدام، لان حتى البرد هذا كتشاهدوا بان هذا الشيء صعيب. غادي نزيدو نبدلو المشاهد. اخي المشاهد الكريم، الامطار اللي كنت قلت لكم بان راه بدات كطيح بالفعل، باش تعرفوا الصدق ديال الاقوال ديالنا في التصوير، ها انتم كتشوفوا. ولكن راه ضربنا البرد، معليش. حاليا انتم كتشوفوا، كنوريكم بان بالفعل الشتاء، كتشوفوا الخلف ديال السياره اللي فاتت قدامنا بينات والباربريز، ولكن غادي نديرو ضروري نخدمو السويغلاس باش ربما تبان الرؤيه مزيانه، ولكن غادي نزيدو بكم حتى الجهه الاخرى، وغادي نديرو عاوتاني واحد شويه ديال التصوير، غادي نصور لكم شي حاجه باش يكون داك الشيء مزيان وزوين. نتمنوا الخير في الله. يلا تحياتي لكم. هنا ستوب حاليا، انتوما غادي نحاول نزيدو
نحاولوا نكملوا بالسياره، لان علاش راها الشتاء والامطار كطيح ما غاديش نقدروا نصوروا، وانما صافي غادي نزيدوا بكم. ونتمنوا تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، شاهدتوا داك الشيء اللي كنا بغينا تشوفوه ان شاء الله. ولكن نتمنوا دائما الخير لبلادنا، ودائما شعرنا الله الوطن الملك. تحياتنا لملكنا وتحياتنا لبلادنا وشعبنا المغربي الابي. الحمد لله، اللهم لك الحمد. اخي المشاهد الكريم، انتظر في الايام القليله المقبله ان شاء الله اغنيه على بلادي وعلى ملكي، يعني على وطني وملكي. وغادي تتابعوا معنا ان شاء الله مع الفنان عبد الكريم الطريف، الجديد في الجديد في الجديد. حياكم الله ورعاكم، ونتمنى لكم الصحه والسلامه طول العمر اخي المشاهد الكريم واللي كيتبع معايا في القناه ديالي، ودائما الجرس وابوني وجيم. حياكم الله ورعاكم، وشكرا شكرا جزيلا، ونكتفي بهذا القدر لان باش ما نطولوش عليكم. تحياتي اخواني الكرام.